اللهم يا ذا الجلال، يا ذا الجمال والكمال والعظمة والسلطان، يا رحمن يا رحيم، يا بر يا كريم، يا حنان يا منان، يا رؤوف، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يسمع ويرى، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا يعزب عنه شيء، يا خالق كل شيء، يا رب كل شيء، يا أولاً قبل كل شيء، يا آخراً بعد كل شيء، يا ظاهراً فوق كل شيء، يا باطناً دون كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، اجعل لأمة الإسلام فرجاً عاجلاً ومخرجاً قريباً.